فاتح الشباك اليوم، مش زعجك الضو؟ في عصفور إله ساعة عم يغط ويطير ويرجع عالشباك، عم زدت له خبز تياكل مع اني عارف انه هو جوعان، بس ما عم ياكل، بده يكون حدا مخبره شي عني تيكرهني، مع انه العصفور ما بيكره، انت مخبرتيه شي عني حتى يكرهني. معقول؟ معقول كتير؟ انت مفكر العصافير ما بتحس؟ مش يمكن استغرب انه حدا مثلك يشفق عليه؟ غريب، كل شي مات فيه كل شيء. ليش صوتك هيك مخلوق؟ حدا من الاولاد بيوشيك؟ لين، بنت صغيره مغرومه برجال كبير اكبر منها بكتير. شفت كيف دولاب الزمن عم يبرم؟ كل شي عم بيصير معي ومع ولادي بذكرني فيك. شو هالسر هيدا؟ شو بتسمي هالشي؟ وراثة أو لعنة؟ لعنة؟ أكيد اللي ورتينه منك أكيد لعنة بابا. شكري ربك إنه الشاعر اللي فيي ما عم بيموت، ما في إلا الشاعر المكسور اللي بيقبل بنته تحكي معه هيك. بحكي معك مثل ما بحس ومثل ما بستاهل بنظرك طبعا. بعدك عم تلعب دور الضحية؟ قادر بعد تحملني عقدة ذنب؟ يا ريت بس بتعرف يا هالشاعر المكسور إذا كان حجم الوجع كبير، عصفورين اثنين صغار تركته بجانح مكسور. كيف هو منصور ابني؟ ما رح يجي معك تشوفه؟ مثل العادة بتهرب بتهرب بتهرب. حش بقى تسألني عن منصور. منصور انت ميت بالنسبة لأله. ميت 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 من زمان. أنا ميت، أنا ميت إيه، بس أنت قلتي لي إنه الشعر اللي فيه ما بيموت، خليه على القليلة يشق على هالشاعر المكسور. اشتقت له كتير، اشتقت له كتير. بدك تسألني عن بنتي ما هيك؟ ما بيهمك الموضوع؟ بيهمني كتير وبيأذيني كتير، وإذا خبرتيني لا حقدر أنصحك ولا حقدر أنصحك. مع أنه عندك خبرة بهالموضوع. عندي التجربة بس ما عندي الخبرة. أوقات التجربة ما بتعلمنا شيء، تقتلنا وبس. كامل الله يرحمه لازم يكون في مصر بكرة، اكرم الميت دفنه. ابني ما تخافش يا بابا، ان شاء الله اخلص كل حاجة النهاردة، وانا في مصر هقابل ولاد خال كامل وهنرتب للعزاء. ربنا يخليك لينا يا رب وما يحرمناش منك ابدا. Thank you.
مني تمشي كده من غير ما تودعني، من غير ما اقولك انك هتوحشني قوي، من غير ما المسك كده برضه كمان تسيبني كده هو يا حبيبي، هتوحشني قوي. ازيك يا بص؟ حسان ريم خير الله تعرف عنها ايه؟ انت قالوا لي القصه، قالوا لي انه جوزت صديق حضرتك. جاوب على قد السؤال اللي قلت لك اياهم لما كنا عم نشوف الصور. كرر الكلام تاني عشان عايز اسمعه. هي واحده من الثلاثه اللي جبناهم من الضيعه، اللي ماتت بالمداهمه واحده منهم. بس هي هربت وبقيت هون بمصر تحت سيطرتنا وعم نراقبها. بنت مين دي؟ هدي أمها كانت مريضة وتوفت هي وريم محبوسة، ولما ظهرت رجعت على ضيعتها بس رفضت، كانوا بجربوا يقتلوها فهربت، وهلأ على أساس أنه ما حدا بيعرف هي وين. كلنا عرفنا هي فين وجوزت مين حضرتك، وكلنا كنا عارفين أنه الماتر كامل هو اللي عم بدافع عن الصبايا. حضرتك عارف هالشي، نحن ما كنا عارفين انه هالشي ممكن يكون هالقد خطر علينا. ما كانش هيبقى في خطر لو البنات خرجوا كل واحدة راحت لحل سبيلها، لكن لما واحدة من البنات تتجوز صح بتبقى مصيبة. البنت دي عرفت مين وشافت مين؟ شافتني انا، بس انجا لمحتني لمحة بالمعمل. سعادتك هي بتعرفني كويس وعارفة هند كويس، بس من ساعة ما جات وهي كانت مغلباني وانا اتنرفزت عليها وضربتها بالقلم، فما كنتش عارف اتصرف معاها غير كده. ريم خير الله بقت ريم كامل رشوان، قاعدة دلوقتي ببيته، خلي ابني قاعد معاها وبيساعدها حسب وصية كامل. ريم خير الله اتعشت في بيتي وشافت مراتي وبناتي. عارفين ده معناها ايه؟ عارفين ولا مش عارفين؟ اهلا وسهلا يا استاذ خالد. ازيك يا مرضى؟ الحمد لله. ومريم فين؟ عندها لا حالة. استاذ خالد مستني حضرتك. خلاص خلصت كل حاجة. خلاص خلصت كل شيء. صار فينا هلا ناخد كامل على القاهرة وندفنه هونيك تحت التراب. رح ندفنه هونيك ونتركه لوحده كل الليل. هنسافر في طيارة بكرة الصبح إن شاء الله. نحن منسافر قاعدين على الكراسي، هو بيسافر معنا بالشحن. عشان
سمعت يا ريم انت تعبانه، هدي نفسك ورانا بكره يوم طويل قوي. امي كمان دفنوها تحت التراب. جربت شوف وجهي لأمي، ما قدرت. جربت بحش كتير، تراب كان كتير تقيل، ما قدرت شوف وجهها. سمحت يا ريم ما تعملي في نفسك كده. مين في بعد بده يموت؟ مي صديقة عمري ماتت، وامي هي عمري كله، الرجال الوحيد اللي عطف علي بحياتي مات. ليش يا خالد ليش؟ تعبانه، تعبانه كتير وحاسه حالي رح اموت. النهارده مراقبة وبس. البنت دي تراقبوها وتعرفوا هي بتتصل بمين، وخصوصا صاحبتها اللي هربت مع هند. على فكرة يا بص، العملية دي كانت نحس علينا كلنا. العملية دي كانت أول وأكبر فشل حصل في حياتي، عشان كده أنا عايز أمحي الفشل ده، عايز أنسى خالص من حياتي. البنات اللي خرجوا براها يتراقبوا كلهم، وتشوفوا إيه علاقتهم بالوسطة اللي كانوا بينا وبينهم. دي أوامر وتتنفذ بالحرف الواحد، فاهمين؟ فاهمين يا بص، تحت أمرك. اتفضلي. لا ميرسي، لا مؤاخذة، أنا شايفاكي هنا من الصبح. مين حضرتك؟ أنا سعدية، جوزي كان محامي مع كامل بيه وتوفى من سنتين، ومن يومها كامل بيه ما كانش مخليني عايزة أي حاجة أنا والولاد، عشان كده أنا جاي رد حاجة من جمايله علي أنا وولادي. الله يرحمه، خلي لك أولادك. هي مراته جاية إمتى؟ بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. Thank you.
الاخبار يا مرضى؟ بقالها مده طويله قوي نايمه. وبعدين هي ايه حكايه الحبايه اللي هي خدتها دي؟ انا خايفه عليها قوي. لا ما تخافيش ولا حاجه، دي حبوب مهدئه كان كتبها لها الدكتور لما امها ماتت وتعبت زي دلوقتي. انا عموما هروح اشوف لي اي اوتيل ابات فيه، مش هقدر ابات هنا وكامل مش موجود. يعني ينفع كده تبات في فندق؟ تعبان وعايز انام، بعدين ما يصحش ابات هنا ورجلي لوحدها. عموما هاجي لكم بكره الصبح بدري، نطلع على المستشفى ومن المستشفى على المطار. لو احتجتوا اي حاجه باتصلوا بيا. ان شاء الله. خلي بالك على نفسك يا خالد بيه. وانت كمان خلي بالك مني. ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. ماما راح تزور نام. كيفك تيتا؟ كيفك انت؟ منيح ماما. يا اهلا يا اهلا، ما تعلمي كم مره قلت لك ما تحطي مش شايتك هون. اعرف ايش ما توخزينه شويه كركبه. جوزي كان عامل عارض صار لي 3 ساعات بشتغل فيه، هلا لغفت. مش مشكله تقعد ولا لا يا شبابه، هي علقت عليها الحزوقه على شوي كان راح فيها لو ما توقعت. طيب خياتي وين؟ كانوا معي جوا، راحوا على الدكان يجيبوا شويه غراض كرمال الليله. يا احلى قمر مصور قمر. رح فوت فوق غير له ثيابه ولبيات وبرجع لعندكم. شو بك سعد؟ ليش هيك موتر؟ بشرفك ما تعطيني هالابتسامه انه عم تقولي لي انا كثير منيحه مش مصدومه. تلت ساعة لحتى صفينا السيارة برا، واخر شي صفيناها حد برميل زبالة. وانت بتوصلي على بيتك مدخل البيت بساعة 100 سيارة. الشوفير هونيك ناطر لحتى يفتح لك البوابة او انت بتفتحيها على ريموت كنترول. بتصفي مطرح ما بدك على راحتك، الدنيا كلها على حسابك. بدك تقولي لي انه مش مصدومة؟ شو بك سعد؟ عندك كثير اصحابك، يعني بروح على شوارع ضيقة وبعرف انه ما بيكون في صف. ما تكون مفكرني الملكة اليزابيث مثلا. هوديك بيوت اصحابك، بتزوريهم وبتفلي. مش بيت حبيبك اللي بده يصير جوزك. وما تفتكري انه انا فيني استاجر احسن من هذا البيت بكثير لحتى نعيش فيه بعد ما نتجوز. شو صاير لك سعد؟ ليش هيك صاير؟ بتعرفي شو؟ خليني اقوم شوف بيي احسن شيء. خبرني خالو انك وصلتي على البيت وما حكيتي مع حدا وبسرعه جيتي لهون، كانه شم ريحتك الكول. صح؟ شمميني. عم تشربي؟ عم تشربي؟ يا لينا، بعد في هالشغله ما اتهمتيني فيها. ايه عم بشرب، وانا وسايقه على الطريق خبصت زلمه، وكمان سرقت بنك. تفكري انك رح تقلي لي احترام لإلي؟ رح اسكت. اوعى تفكري هيك. انا ما عم قلل من احترامك، بس انا صار عمري 20 سنة، وانت بتعرفي انه انا اذا بدي فل من البيت وروح اعيش لحالي بقدر وما حدا قاله معي. بس انا اذا في شي تركني بهالبيت ومتحملة اني بحترمك. يعني شو هو هيدا الشيء المهم اللي مخليكي تتحملي وتنقهري وتتحملي هالقد لتبقي بالبيت؟ شو اللي قهرك يا ست لين؟ قولي لي. مام بليز، قلت لك راسي عم بيوجعني وبدي نام. بليز فينا نترك هيدا الحديث لبكره؟ معلي؟ خلينا اصحاب، وبليز ما تضغط علي، لانه الضغط ما بيوصل لمحل، بالعكس بنخسر بعضنا. اوكي؟ بقى خلينا متفقين وخليكي متقبله مثل العاده. وبليز ما تصيري مثل البابا، تجوزيه مرة واثنين وعشرة بس ما تصيري مثله. أوكي؟
سيبيني لوحدي. حاضر اشرفتك. خايش ومبسوطة إنك رجعت يا رشيد، لك سلامة قلبك. يا أهلا وسهلا. بعد ما قلتي لي لوين رايحة بهالوقت؟ قلت لك بدي روح شقة أولاد أم إبراهيم، صار لي يومين ما طليت عليهم. بيني وبينك أنا خايف منك. خايف مني؟ يعني خايفة قتلك لهون وصلت أم وصيلك؟ بعد ما وصلت، بس ممكن توصل لنجيبة. يا عيب الشوم عليك. الجو اللي فوتت حالك فيه والناس اللي اتفقت معهم على بيع بنات ضيعتك مش فرقانة معهم لا حياتك ولا حياتي. المهم يسلم راسهم. رايحة لعندهم ما هيك؟ قلت لك رايحة شقة أولاد أم إبراهيم وبرجع لك. مش رح طول عليك، رجعت لك. إذا ما ظهرت منهم رح يقتلوكي ويقتلوني. أنت ماشي بنظرهم مثل مي. مي اللي قتلوها وراحت علي المعترة وما حدا سأل عنها، حتى على دفنا ما حدا اجا. هيك رح يصير فينا نجيبة، هيك زيت الشي. لك افتقعد افتقعد بقى. أنا رايحة مش رح طويل عليك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالقمر. انا بلا ما بصير بدي اعمل ايه؟ اطيب لبني ما بصير اطيب لبني. لا تبني لا تبني لا تبني. صعبان يا قمر. حبيبي أنا فعلا حبيبك. إيه؟ شو بيك أشرف؟ شو السؤال هيدا؟ أكيد وهبطل حبيبك طول العمر. أشرف شو بيك؟ قلي. اوعي تسيبيني في يوم من الأيام. أنا مش قادر أعيش لوحدي في الدنيا دي. خليكي جنبي يا ليلى. مانيش عايز أموت لوحدي زي كامل. بليز أشرف ما تجيب سيرة الموت وما تحكي هيك. أنت هلأ زعلان عموت كامل. روح حبيبي شيل هالأفكار البشعة من راسك. أوكي خلص حبيبي خلص، خليني نروح لعندك وكون حدك بالدفن. لا لا يا ليلى ما تجيش، خليك عندك. ما فيش داعي أنك أنت تيجي يا ليلى. أوكي أوكي طيب خلص روق، ما بدها هالقد. عرف انه عندك عيلة
وكلنا حولك وما رح نتركك أبدا. يعني مهما حصل هتفضلوا جنبي؟ أكيد حبيبي أكيد. أنت تبع حالك وشيل هالأفكار البشعة من رأسك، وجرب لما تخلصوا العزة تجوا. أنت ظاهر أنك تعبان كتير، وأفضل ما تبقى لوحدك. أنا عايز أطمن اللي مش هموت لوحدي. سلامة قلبك. شو هالحكي هيدا؟ أمتى جاي خالد لعندك؟ كيفك ست نانو؟ نقصتني. خبروني ابو سبع روح جاي لهون اليوم. ايه ايه انا هلا رايحه اجيبه من المستشفى، ما تعطى الهم، كل شيء تحت سيطرتي. لكن جيبي على البيت وبتحكي معه اللازم، وبقول لك البوس بده يشوفك اجتماع طويل. اللي انا شو بده مني؟ انا كل اللي كان مطلوب مني عملته، كان علي نقنع الصبايا وهيك صار، وهيدا كان المخطط. ايه بس المشكله انه تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن، عرفتي كيف؟ المهم هلا رح يدق لك البوس من نمره برايفت. الحمد لله على سلامته. سلام. عايز أقولك على حاجة، كامل الله يرحمه كان على علاقة بسعاد سنين طويلة، طبعا عرفت إن هو اتجوز، وعرفت طبعا إن هو مات، يعني هتلاقيها جوه دلوقتي. كامل ملوش أخوات، ليه ولاد خال وليه صحاب. كل شيء قلت لي إياه كان كامل مخبرني عنه، وقصة سعاد أنا كنت حاسة عليها من الأول. كويس. هو عموما طلب ان افضل جنبك لغايه ما نخلص اجراءات الميراث، عشان خايف عليك من قرايبك. حتى لو هو ما طلب منك هالشيء انا كنت رح اقتله. انا عن جد ضايعه ومش عارفه كيف لازم اتصرف. ما تخافيش يا نور، انا جنبك ومش هسيبك، بس انا لازم امشي دلوقتي عشان صلاه الجنازه. طب رح ترجع لهون؟ هو عادة ستات هما اللي بيعزوا في البيت، بس انت لو احتجتيني يعني كلميني هجيلك على طول. طيب خلي بالك من نفسك. ماشي. Thank you.
البقية في حياتك يا مدام. ميرسي. أهلا وسهلا يا ستات، أنا نور خدمة حضرتك. البقية في حياتك. حياتك يا بقية. ما تواخذوني يا جماعة، لحظة وبرجع. نور بتدليني على اوضه تعملي معروف؟ بالتاكيد، تفضلي. أستاذة سعاد، مدام ريم مرات المرحوم كامل الله يرحمه. عارفاها، عارفاها كويس قوي. حلوة، ذكية، مش بتضيع وقت خالص. اتجوزتيه بسرعة. انت اتجوزتي لي. بفهم انك ما تحترميني، بس ما بفهم انك ما تحترمي الماتر، خاصة بعد ما ماتوا. انا مش فاهمة منك حاجة. مش رح رد ولا رح اقسى عليك. انا مقدرة وضعك وبعرف انك زعلان كتير. برافو، بهنيكي على برود اعصابك. قلتلك وبرجع بقلك، مش رح رد عليكي. بترجاكي تطلعي وتتركيني بقوتي ارتاح. انا تعبانه كتير ومش قادره احكي باي مواضيع بشعه. انت عارفه انت عملتي ايه؟ انت جيتي بعد سنين طويله ضيعتها في حبي لي، انت اخدتي مني كل حاجه. انت اخدتي مني كل حاجه، خدي كل شيء، البيوت والمصاري والثروه كلها خديها اشبعي فيها. ما بدي شيء، بدي ارتاح بس. انا مش بتكلم على ورث، انا بتكلم على الحب. سرقتي مني كل حاجه، سرقتي مني اخر ايام كان بيعيشها حبيبي، وكانت معاكي انتي مش معايا انا. سرقتي مني اخر نظره ممكن اشوفها في عيني ليا. سرقتي مني اخر لمسه كنت ممكن احسها منه. سرقتي كل حاجه، سرقتي مني عمري. انت حراميه، انت سرقتي مني كل حاجه. اطلعي بره.